السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي وحبايبي، مرحبا بكم مرة أخرى مع فيصل المدن في قناة فيصل المداني. اخوتي وحبايبي كيف ما العادة، قبل ما نبدأ أي موضوع ديما كنرحب بالناس الأحباء ديالي الجدد اللي عاد شاركوا معايا بالقناة، وكذلك نشكر الناس اللي مشاركة معنا بالقناة وكتعاوننا بالبارطاج واللايك ديالها عجبها الموضوع بطبيعة الحال. اخوتي خواتاتي، إذا كنتو كتشوفوني لأول مرة في هذا الفيديو، ما عليك غير أنك تشارك معايا بالقناة وتفعل الجرس وتعطيني لايك إذا عجبك الموضوع بطبيعة الحال، وذلك فضلا وليس أمرا. خوتي وخواتاتي، اليوم جيتكم واحد الموضوع جيت حساس، ألا وهو قضية ديال التجمع العائلي. التجمع العائلي ما غاديش نقول لكم شنو هو التجمع العائلي، ولا غادي نقول لكم شنو هما الشروط باش يكون التجمع العائلي، ولا كيفاش دير باش أنك دير التجمع العائلي. لا، هاد الميساج تنصيفطوه للناس اللي ما باغاش دير التجمع العائلي مع وليداتها، اللي ناسية ولادها، ماشي ناسيهم المحية المحدية، ولكن ناسيهم في بلاد الأم، ما باغاش دير لهم مستقبلهم من صغرهم من هنا. تقول لي يا خويا فيصل كيفاش؟ أنا نقول كيفاش. عندي العديد من الأصدقاء ديالي، العديد من الناس كنعرفهم على أنهم متزوجون، يعني تلقاه مخلي المدام ديالو، خلي وليداتو، وهو هنا خدام، سي خدام، تبارك الله عليهم، هنا المغاربة تيخدمو تيضربو تمارة وكيديرو كلشي، ولكن الغريب في الأمر شناهو المستقبل ديال الوليدات؟ المستقبل الوليدات أنهم يكونوا معنا هنا، ما نديروش مع الناس ديال زمان. الناس ديال زمان شنو كانوا كيديرو؟ كتلقى الراجل فرنسا تبارك الله عليه كيضرب تمارة ومخلي مرتو وليداتو وكيهبط من 6 شهور 6 شهور. ألا مبغيناش نطيحو في هاد الغلط. ومع العلم الناس ديال زمان فاش كانوا كيضربوا التماره شنو كان تيوقع؟ ان الوليدات تيفوت من 18 عام و ما تيطلعوهمش، وكتلقى الوليدات ما قراوش مزيان، وكتلقى الوليدات في البلاد ما عندهمش مستقبل. على الاقل يديو من انسان لاوروبا، انسان كيضمن مستقبله. هذا غريب الامر. والعديد من الناس ربما يكونوا عارفين راسهم وكيعرفوني كنعرفهم، انهم مشاو خلطوا على الاب ديالهم اللي هو في فرنسا، مشاو حارقين حتى بعثوا مع الاب ديالهم قالوا له احنا جينا. هذا امر واقعي وقع وشفته بعيني، وعندي صديق ديالي واصدقاء في هذه الحاله هذه. يعني شنو 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 فائده الامر الى كنتي انت هنا في اوروبا وما طلعتيش ولادك؟ مازال ما طلعتيش، كانت عندك الظروف الماديه يعني النومينا يعني الخلصه ماشي هي هذه باش انك تجيبهم، مازال ما طلعتيهمش. إذا كانت عندك شي ظروف قاسية ولا شي حاجة، يعني شي ظرف قاسي باش أنك ما توفرش فيك الظروف الضرورية باش أنك تجيبهم، تفهمنا؟ وقضية ديال التجمع العائلي. ولكن الغريب الأمر خويا وحبيبي، أنت خدام مزيان، أنا كنهضر دابا في هذا الميساج مع الرجال، ما كنهضرش مع العيالات، أنا كنصيفط الميساج للرجال فقط اللي هما هنا بوحدهم. أنت بوحدك أخويا مكرفس هنا، ناسي وليداتك، ناسي المدام ديالك، ماشي ناسيهم الناحيه الماديه، ما تهضرش الناحيه الماديه، انا كنهضر من الاحسن تجمع عائلي يكون ولادك ومرتك حداك. هذا ميساج من الاخ فيصل لهاد الناس هادو. علاش؟ لاقاش الوليدات الا كبروا معاك من هنا من صغرهم، اول حاجه انك كتضبطهم من صغرهم، ثاني حاجه الا جبتيهم صغار كيتعلموا اللغه، كيتعلموا الثقافه الاوروبيه، مع العلم ان الثقافه الدينيه ديالنا والاسلاميه المحضه والمغربيه ديالنا ما عمرنا ما نساوها حقيقه. وكذلك انت اخويا وحبيبي ما كتبقاش مكرفص، انت فيك كتصبن، فيك كطيب، فيك كدير كلشي، جيب المراه ديالك تبارك الله حداك، او يد وحده ما كتصفقش، خرج جوج يدين المعاونه المراه مع الرجل. يعني هذا الميساج لهاد الناس هادو اللي هما كذلك مازال ما تفكروش هذه القضيه ديال انهم يطلعوا وليداتهم، مع العلم انكم تبارك الله عليكم خدامين مزيان، كاريين دويره مزيانه، عندكم الصالير الشهري لانكم تمكنوا انكم تجيبوا وليداتكم وعيالاتكم. الغريب في الامر انا عندي التساؤل لهاد الناس، وربما خصهم يجاوبوني في الميساج ديال هذا الفيديو هذا، علاش هاد الناس ما تيطلعوش وليداتهم؟ انا نقول لكم علاش. اول حاجه، اغلب ديال الرجال تيكون عندهم تخوف، هناك تخوف، يعني هناك خوف. من اجل هذا الخوف اخويا فيصل؟ الخوف على انهم ربما تجي المراه هنا وتسيطر عليهم ويوقعوا نقاشات في الاخر يتم الطلاق. هذا جانب الاول، ولكن انا نجاوبك على الجانب الاول اخويا وحبيبي.
ثاني حاجه الجانب الاول ان خصها تكون الثقه او العيالات ماشي بحال بحال مادام مرتك بنت الاصل تبارك الله عليها ومضحيه معاك ومازال صابره مع وليداتها في المغرب وكذا وهذه الا راه بنت الناس كذلك عنده تخوف ديال الوليدات شنو تيقولك على الوليدات تيقولك اخويا الوليدات اللهم يقراو في المغرب يتعلموا الاصول المغربيه عاد نجيبهم لهنا خويا وحبيبي متفق معك في هذه النقطة ولكن هناك علامة استفهام أما هي يا أخي وحبيبي على أن من هنا قدام ما عارفينش شنو يوقع واش أنت ضامن راسك كتعيش من هنا قدام ضامن راسك كتعيش من هنا قدام إنسان ما عارفش شنو غادي يوقع من هنا قدام فلهذا ما عليك إلا أنك تبطر وتباطر باش أنك تجيب وليداتك ما حدك عندك القدرة الاستطاعية ديال الصحية والمادية أنك تكونترولي وليداتك ما حدهم صغار هنا معاك أخويا حبيبي يعني هذا الجانب كذلك ما كاينش مشكل يعني حنا كنتعاملوا الجانب الثالث ما بغيتش نقوله ولكن غنقولو اغلبية ديال الرجال لانهم كتلقى عنده هنا المرأة الثانية بالدراسة الاوروبية يعني عنده تخوف يعني هي عنده المرأة في البلاد وكذلك فإذا به كتلقى مجوج هنا في اوروبا تلقى مجوج قورية ولا مجوج اسبانيونية ولا مغربية او الغريب في الامر ان مرتو او وليداتو اللي في البلاد ما سايقينش الخبار يعني هذا كذلك عامل من العوامل الوحدانيه صعيبه والانسان ما عمرو بس يبقى بوحده فلهذا انا كنصح وكنعاود ننصح دوك الرجال يعني الميساج رجال انا راجل وكنوجه الميساج للرجال يعني بطر وجيب وليداتك حداك وما غادي يكون غير الحين الخير ان شاء الله بحول الله وكذلك من بعض العوامل علاش هاد الرجال هادو علاش ما كيفكروش انهم يبطروا ويجيبوا وليداتهم علاش بغيت نعرف انا علاش يعني كلشي متخصص يعني اش نقول لك تقول لي فوالا المراه اللي جبتها لهنا ربما تعلم داكشي ديال اوروبا وتدخل الجمعيات وتقرا وكطالب حقوق المراه لا لا خويا كاين بنات الناس كاين بنات الاصل كذلك المراه خصها تتعلم داكشي الاداري تخرج وتشوف وتعرف علاش اخويا لقاش انا شفت حالات وقعوا ان المراه هنا المغربيه تلقى عندها الوليدات جوليدات او تلقى جالسه في الدار مع العلم ان الراجل شي نهار تيدير اكسيدون ولا كيتوفى الله يسترنا ويستركم اخوتي المراه ما كتعرف منين تمشي ما كتعرف منين تجي مسكينه كيديروا بها الشياطين الشياطين حتى اللغه ما عندهاش مسكينه ما عملتش كومونيكا يعني هذا غلط في حد ذاته باش انا كننصح هنا بالاختلاط الاختلاط في اي مجتمع كتمشي ليه يعني خصك تعاشر الناس تعرف الناس تخرج دق بيبان تسول تعرف الثقافه الاسبانيه او الثقافه الاوروبيه البلد عايش فيه تعرف الثقافه التقاليد الناس كي عايشه الادارات كيفاش تتعامل معاهم وكيفاش تصوني فين تسول فين هادي فين هادي هذه المسائل كامله ما يمكنناش نخليو حنايا عيالاتنا في الدار الوليدات صغار انت بوحدك خدام متفق معاك تبارك الله عليك هز بيتك هز المسائل ولكن المراه خاصها تعرف المسائل الضرورية تخرج على باب الدار الزنقة تعرف فين تمشي تعرف الا خاصها هاد الوريقة نجيبها من هنا خصني هادي سكولة سوسيال خصني هادي اكسترا خيرية خصني هادي نسول هنا هاد المسائل الضرورية يعني لا سيندا مسائل هاد المسائل الضرورية اللي خاصو يتعلمها الغريب في الامر ان الناس هادو ما فهمتش علاش اللي حد الان ما كطلعوش وليداتكم علاش انا بغيت نفهم الغريب في الامر هذه القصه ديال ان الناس زمان كانوا في فرنسا كيخدموا 6 شهور يهبطوا ما كذبوش على الله كاين واحد الصديق ما كذبوش على الله كاين واحد الصديق مشى حرق والله الا حرق تنقول لكم حرق غير هكاك حرق من طنجه طاق في الطوموبيل تابعت عند باه في فرنسا انا معك يلا سي وما الغريب في الامر ان عنده خوتو ثلاثه ولا اربعه في المغرب وما طلعهمش باهم وما مع العلم ان الحاله الماديه والاقتصاديه ديال الاسره ما فحالهاش ولكن انسان ينقد وليداته علاش ما كنقدوش وليداتكم بحدهم صغار علاش غير بغيت نفهم انا علاش حتى كيبرو حتى نبقاو نقلبوا ليهم كيف نديروا ليهم ولا تنقلبوا عليهم شي زواج ابيض ولا نقلبوا عليهم على هادي انت ما عندكش الجنسيه باش تجيبهم ولا دير لهم تجمع عائلي يعني هاد المسائل هادي الله يرحم بها الوالدين ميساج جيبوا وليداتكم وعيالاتكم حداكم جيبوا وليداتكم وعيالاتكم حداكم راه ما كتعرفوا الوقت شنو تجيب
هذه نصيحة من الأخ فيصل. هذا إنسان فاش كيدير الوليدات سيبقى يشوف مستقبل الوليدات، هذا ميساج تنقول لهم أساسا نعاودها، يعني الإنسان يشوف بعيد ما يبقاش يشوف غير هنا، أشوف ما وراء الجدار، ما وراء الجدار باش تعرف ما هو لديك وما هو عليك، ما هو شنو هو الحق اللي عليك، ألا ما هو وليداتك عندهم حقوق عليك، يعني مستقبلهم ما بين يديك، أنت يا غير تكملي. الله سبحانه وتعالى هو اللي كييسر هو اللي كيسهل الأمور، فلهذا أنت زكي وسبب عبدي هو يعينك، والوليدات ديالك تلقاهم مستقبلا بالجانب ديالك اخويا. والانسان غادي في الكبر، والانسان غادي في الكبر ما تلقى هي وليدات وحده. فلهذا الميساج الناس للرجال اللي مازال ما جابوش وليداتهم، ما جابوش عيالاتهم، انهم يتكلوا على الله ويجيبوا وليداتهم وعيالاتهم. خدموا معايا ناس كانت عندهم فكره غلطه تقول لك لا ما نجيبش انا مرتي ولادي هنا، لا 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 خلي لي بوحدي، وراك انت اصلا راك مكرفص بوحدك، وراك مكرفص، راك محن صاحبي، راك محن. راه تنقول مثلا تنعاودها، انت كتصيفط المصاريف، هو كيجيك التليفون، ها وليداتك مرضوا، هذه وقعت شي حاجه خصك الطياره تمشي تجري، جيب وليداتك حداك، محل الامور بخير وعلى خير، ادفع التجمع العائلي وجمع الشمل، راه كما قلت شتي المسائل، غطي على وليداتك، دير لهم واحد باراسول انت والمدام ديالك، وكبرهم ما بين جناحك باش تلقاهم في جنابك نهار يكبروا ان شاء الله بحول الله. هذه تجربه وتنقول لكم مثلا تنعاودها لك. معكم صوت وصراحه حقيقه في دقيقه، المدن فيصل من مدريد بالضبط. احبكم في الله اعزائي المشاهدين، احبكم في الله، شاركوا معنا بالقناه، فعلوا الجرس باش يوصل الجديد، اعطونا اللايك باش يكون الموضوع هو موضوع جد هام. وهذوك الرجال اللي مازال ما طلعوش ولادهم عيالاتهم، طلعوا عيالاتكم ولادكم، ما عرفنا الوقت شنو تجيب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.